إخواني أخواتي متتبعين قناة مع صفات، أهلا وسهلا بكم. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ واش أخباركم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم وأنتم في أتم الصحة والعافية. اليوم جيت غادي نتقاسم معكم واحد الوصفة أو واحد المقبلة اللي كتجي غاية في الروعة. وصفة اليوم هي سلطة البابا غنوج. وكيف عودتكم دائما بالبساطة، اليوم هاد السلطة أو هاد المقبلة غادي نشاركها معكم، غادي نحضروها بدون طحينة. إذن هاد الوصفة غادي نحتاجو لجوج الحبات من الباذنجان اللي شويتهم بهذا الشكل وضعتهم في هاد العلبة باش كترجع لهم الحرارة وكيكونوا سهلين باش كنقيوهم. بطبيعة الحال الباذنجان سبق لي وغسلته مزيان ونشفته، لأنني غادي نحيد القشر فقط، ما غنغسلوش باش غادي نحتفظ بهذيك النكهة ديال الباذنجان مدخن. من بعد ما كملت ونقيت الباذنجان ديالي غادي ناخذو، غادي نقطعو قطع صغيرة غادي نجيب واحد الإناء اللي غادي نوضع فيه الباذنجان، كنضيف عليه علبة من الياغورت الطبيعي بدون سكر، صدقوني كيعطي واحد المذاق رائع للباذنجان وهذا كيعوض الطحينة. كنضيف ملعقة صغيرة من الثوم بودرة، وكنضيف القليل من الفلفل الأسود والقليل من الملح. كنطحن جميع هاد العناصر حتى كنتحصل على هاد القوام هذا. كنضيف عليه ملعقة كبيرة من عصير الحامض وتقريبا ملعقة كبيرة أيضا من زيت الزيتون، وكنمزج. وها هي السلطة ديالنا، ما بقى لينا إلا نقدمها، كتجي رائعة. نتمنى أنكم تجربوها لأنها فعلا تستحق التجربة. يمكن لنا نرافقوها مع المشاوي أو الكباب. الفيديو ديالنا وصل للنهاية ديالو، وهذه كتكون هي السلطة أو المقبلة اللي حضرت معكم اللي هي سلطة البابا غنوج بدون طحينة. نتمنى أنها تكون نالت الإعجاب ديالكم وتجربوها. ما تنساوش
تبارطاجيوها مع الأهل والأصدقاء ديالكم لتعم الفائدة. ونقول لكم إلى فيديو لاحق مع وصفة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.